سورة التغابن من الآية 10 إلى الآية 13. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم.